اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طيب شروط النيابه انا خارجين من الوكاله خلاص قلنا لك ما عرفوش اتفاقيه عن مخصص وضعيه ها شرعيه عامه او خاصه اتفاقيه مطلقه او مقيده او مقيده هذا موضوع اخر تمام شرعية. طيب شروط النيابة من شروط النيابة من شروط النيابة تمام أولا حلول النائب ها النائب يعبر عن إرادته لا عن إرادة الأصيل لأنه أصلا ممكن مهمته بس ينقل التعبير تمام يقول حضر فلان مدينا عن فلان وعبر عن ارادته في الشراء او انه يبيع الوكاله عن فلان او الشراء عن فلان او الشراء كذا من هذا القبيل وانتم على اهل ادراك ذلك تمام وبالتالي المعول عليهم هو الاراده من غلط او تدليس اراده الاصيل ولا اراده النائب اراده النائب من يعدل من الموجب من القارئ النائب وبالتالي اذا حصل ايش نزاع حول عيب عيوب الاراده من غلط او تدليس هاي يعتد باراده النائب اثنين ان يتعامل النائب باسم ولصالح الاصيل يعسكر صراحه هل ها هو اصيلا او مدينه الحضر فلان فلان ها الثالث أن يتعامل النائب في حدود الصلاحيات المحددة سواء كانت زمنية أو مكانية أو محل أو مواصفات أو ثمن إيش؟ معين تمام؟ طيب الآثار أو ما يسمى إيش؟ الأحكام الأحكام يعني النيابة قلنا أو آثار النيابة تعود على النائب يعبر فقط لكن آثار هذا التصرف تنصرف إلى ماذا؟ فالنيابة